أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في الحديث السابع من باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة، وهذا الحديث يتضمن بيان أن الناس المؤمنين بعد الإمام الصادق وقعوا في حيرة من الإمام من بعده، وذلك لأنه في اخريات حياه الامام الصادق عليه السلام زاد بطش المنصور العباسي بعد ان ولغ في دماء ال رسول الله صلى الله عليه واله وقتل مجموعه من بني حسن عليه السلام وتغلب على جميع المعارضين فاراد ان يجمع لنفسه الإمامة السياسية والإمامة الدينية. فلذلك مع أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لم يكن يعارضه في الملك، ولا دخل في الصراعات العسكرية والسياسية الدائرة في ذلك الزمان، مع ذلك دس السم إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأزاحه. عن طريقه وكتب إلى واليه بالمدينة بقاتل وصي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لكن الإمام الصادق عليه السلام كان يعلم بما ينوي به المنصور فأفشل خطته بتفصيل ذكرناه فيما سبق فجاءت الشيعة إلى المدينة المنورة ليبحثوا عن الإمام لأن وظيفة الناس عند مضي كل إمام أن يحققوا عن الإمام اللاحق وهو من مصادق هذه الآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الإنسان يجب أن تكون في عنقه بيعة لإمام، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات بميتة جاهلية، وفي حديث آخر من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، فكل إنسان إذا أراد أن لا تكون ميتته ميتة جاهلية التي هي ميتة كفر ونفاق، إذا أراد أن لا تكون ميتته ميتة. كفر ونفاق الميتة الجاهليه فعليه ان يعرف امام زمانه وان تكون في عنقه بيعه لذلك الامام. زين، مضى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، من هو الامام من بعده؟ هذا من اصول الدين ويجب على الناس ان يعرفوا ذلك. اذا كانوا يرسلون الى المدينه من يحقق عن ذلك وقد كان ذكر الأئمة الماضون عليهم الصلاة والسلام علائم للإمام اللاحق وعلائم متعددة العلم الإعجاز كونه أكبر أولاد أبيه من غير عاهة أن يكون وصيا لأبيه وما إلى ذلك من علائم ذكرناها في حلقات ماضية فكانوا يأتون والله سبحانه وتعالى يهدي من أراد الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الله سبحانه وتعالى إذا واحد أراد الهداية فيهديه، فكانوا يأتون إلى المدينة، ومن أراد منهم الهداية الله سبحانه وتعالى يهديه، فمن جملة من جاء إلى المدينة هشام ابن سالم ومؤمن الطاق هذان كانا من كبار أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاء ليروا من هو الإمام من بعد الإمام الصادق زين عبد الله الأفطح هو أكبر أبناء الإمام الصادق الأحياء لأن إسماعيل كان قد توفي قبل ذلك لكن عبد الله كان فيه فتح معوق كان في رأسه أو رجله فهذا من علائم عدم كونه إماما لكنه باعتبار كونه أكبر الأبناء كان قد فتح بابه والناس كانوا يذهبون إليه وكانوا يتصورون أنه هو الإمام اما الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام فهو كان الثالث لان اسماعيل الاكبر كان قد توفي وعبد الله الافطح الثاني لكن كان معوقا فيه فطح فهذا لم يكونا امامين وانما الامام هو الامام موسى بن جعفر لكنه لاجل ظروف التقيه كان قد اغلق باب بيته فتوجه الناس الى عبد الله الأفطح وهذا كان سبب أن السلطة كل أنظارها توجهت إليه هكذا يعني التقارير رفعت أن الذي ذهب إليه الشيعة هو عبد الله الأفطح وعبد الله الأفطح بعد فترة قصيرة توفي مات لم يذكر في التاريخ سبب وفاته، لكن اغلب الظن انه ازيح قتل ايضا، لماذا؟ لانه عندما الامام الصادق توفي بالسم الانظار توجهت الى المدينه، جواسيس السلطه توجهوا الى المدينه، التقارير رفعت بان الامام هو عبد الله، فلعله ازاحوه من الطريق بعد سبعين يوما من وفاة الإمام الصادق بالسم عليه الصلاة والسلام فالإمام موسى بن جعفر كان قد أغلق باب داره تقية هشام بن سالم ومؤمن الطاق كان من الفقهاء مناس عاديين ذهب إلى عبد الله الأفطح فسألاه أسئلة شرعية بسيطة شافوا جوابه مو صحيح فعلم انه ليس الامام وايضا بعض علائم الامامه كان يعرفانها من ابائه لم يجداه في عبد الله فلذا علموا انه ليس هو الامام فخرجا حائرين لانهما كانا يريدان الهدايه واقعا فالله سبحانه وتعالى هداهما لها الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام أرسل إليهما خادما فأشار إلى هشام بن سالم وتبعه هشام ما كان يدري هذا منه تصور واحد من جواسيس السلطة يريد يقتله شاف ما إلى بد ولا حيلة من الفرار من يده لأن المدينة صغيرة وعيون السلطة موجودون في كل مكان وهو رجل غريب إذا أرادوا اعتقاله في أي لحظة يعتقلوه فاضطر أن يذهب مع هذا الرجل يقول حتى ورد بي على باب أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام ثم خلاني ومضى فإذا خادم بالباب فقال لي ادخل رحمك الله فدخلت فإذا أبو الحسن موسى عليه السلام هناك في الدار موجود فقال لي ابتداء منه هو هشام بن سالم هشام بن سالم والأحول حينما خرج من عبد الله الأفطح متحيرين والله ما أدري اين اتوجه لا ندري الى اين نتوجه والى من نقصد ونقول الى المرجئه الى القدريه الى الزيديه الى المعتزله الى القوارج هذا كان كلام دار بينهما لم يعلم به احد الامام من الاول اراد ان يبين له انه هو الامام وانه إن الله سبحانه وتعالى قد أخبره بواسطة جده رسول الله صلى الله عليه واله أو بواسطة إلهام ما كان يدور في خلد هشام بن سالم وما جرى على لسانه حينما خرج من عند عبد الله فماذا قال له ابتداءً ابتداءً منه لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إلي إلي زين هذه إشارة من الأول إشارة قوية فقلت جعلت فداك مضى أبوك قال نعم قلت مضى موتا قال نعم هذا السؤال شنو السبب فيه أنه الإمام الصادق كان قد توفي وهذا أمر الجميع يعلمه تم تشيعه وتم دفنه والناس يعلمون بذلك شنو هذا السؤال يسأل مات أبوك مضى أبوك نعم مضى موتا نعم إما هذا تمهيد زين هسه اللي أبوك مات أنت الإمام من بعده لا غيرك وإما لأن هناك فرقة من الناس يسمون بالناوسية هؤلاء وقفوا على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وزعموا أن المهدي هو الإمام الصادق وأنه حي هذه فرقة من الفرق التي انحرفت عن التشيع لأن الفرق التي انحرفت عن التشيع هي فرق كثيرة. الكيسانية كانوا يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين وإمامة الإمام الحسن وإمامة الإمام الحسين من هنا انحرفوا، بعد الإمام الحسين اعتقدوا بإمامة محمد بن الحنفية مع أنه بريء منهم. مجموعة انحرفوا من بعد الامام الباقر، مجموعه انحرفوا من بعد الامام الصادق، مجموعه انحرفوا من بعد الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام، وهذا طبيعي حدث بالنسبه الى الانبياء ايضا. الانبياء ايضا بعد غيبتهم او بعد وفاتهم كان بعض الناس ينحرفون عن طريقهم. والقران اشار الى ذلك في سوره البقره، ليس فقط اختلاف وانما اقتتال ايضا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فالناوسية كانوا يزعمون بأن الإمام الصادق ما مات وإنما غاب لذا هنا هشام بن سالم يقدم مقدمة جعلت فداك مضى أبوك قال نعم زين مضى يستعمل في الموت ويستعمل في الغيبة أيضا ولو أن استعماله في الموت أكثر فأراد التأكيد قلت مضى موتا قال نعم مات قلت فمن لنا من بعده من إمامنا لأن الأرض لا تخلو من حجة ولأن الرسول صلى الله عليه وآله اشتهر منه أنه يقول الأئمة من بعد اثنا عشر الامام الصادق الامام السادس من هو من بعده الان الامام الصادق حينما توفي مسموما الارض لم تخل من حجه من هو الحجه الان فقال ان شاء الله ان يهديك هداك اذا الله اراد ان يهديك راح يهديك الامام ما جاوب اجابه صريحه انه انا هو الامام لماذا لانه او لعله اراد الامام ان هو يعرف ذلك بالاشارات والعلائم التي يشاهدها بعينه ويسمعها باذنه ان شاء الله ان يهديك هداك او لانه اراد الامام انه بعديا عندما هشام بن سالم وغيره ينقلون هذا الكلام اذا واحد سأل أنت ادعيت الإمامة يقول أنا لم أقل لأحد أني الإمام. فالإمام عليه الصلاة والسلام لأنه كان في تقيه أراد أن يهتدوا بدون أن يتحمل المسؤولية أمام السلطة الغاشمة والسلطة الجائرة فقال إن شاء الله أن يهديك هداك قلت جعلت فداك إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه. عبد الله الأفطح الأخ الأكبر للإمام الكاظم. هذا يزعم أنه من بعد أبيه يدعي الإمامة. قال عبد الله يريد عبد الله أن لا يعبد الله. بعمله هذا ادعاء الإمامة يريد أن لا يعبد الله، لماذا؟ لأن العبادة باطلة إذا لم تقترن بالعقيدة الصحيحة. الحبط شنو هو؟ الحبط أنه واحد يعمل عمل لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل هباءً منثورًا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. إذا واحد كافر ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، فلن يقبل منه. وهكذا اذا واحد دان الله بامام ليس من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا عمله ليس بصحيح ولا بمقبول، لانه عمل عملا من غير الطريق الذي اراده الله سبحانه وتعالى. اذا واحد صلى خلف القبلة. صلاته صحيحة؟ لا. اذا واحد صلى بدون وضوء صلاة صحيحه الله لماذا لان الله سبحانه وتعالى اراد للصلاه ان تكون بكيفيه خاصه ان تكون بوضوء وان تكون باتجاه القبله هكذا الله سبحانه وتعالى اراد للاعمال ان تكون عن عقيده صحيحه فاذا كانت عن عقيده غير صحيحه الله سبحانه وتعالى لا يتقبل تلك الاعمال ولا يصححها فلذلك الامام هنا يقول عبد الله يريد ان لا يعبد الله. وايضا انت تريد تعبد عباده صحيحه لازم تاخذها من امام. لازم تاخذها من الرسول صلى الله عليه واله. وهذا الاختلاف في المذاهب الكبير زين؟ هذا السبب لان تكون يكون عملك خلاف ما امر به الرسول صلى الله عليه واله، يكون عمل باطل. لذلك أنت لازم تأخذ من عين صافية لذا الشاعر يقول ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري هاي العين الصافية قال يريد عبد الله أن لا يعبد الله قال قلت جعلت فداك فمن لنا من بعده هنا كلامه كلام هشام بن سالم من بعده الضمير يوهم انه من بعد عبد الله مع انه مقصوده شنو هو من بعده يعني من بعد ابيك لكن لان هذا الكلام كان يوهم فلذا الامام عليه الصلاه والسلام اجابه باجابه ايضا مبهمه الفطحيه ماذا يقولون؟ الفطحيه لا ينكرون امامه الامام الكاظم وإنما يضيفون اماما، يعني يقولون الإمام السادس هو الإمام الصادق، يزعمون أن الإمام السابع هو عبد الله الأفطح، والثامن هو الإمام موسى بن جعفر، أضافوا اماما، لذا كانوا يقبلون جميع الأئمة، لكن إضافة امام مثل نقصان امام، أنت تعتقد بإمامة شخص ليس بإمام، هذا ضلال. لذلك عندما قال قال قلت جعلت فداك فمن لنا من بعده يعني من بعد عبد الله او من بعد ابيك الضمير يرجع الى الاقرب، الاقرب هو عبد الله، هذا ما كان مقصوده لكن كلامه يوهم. قال ان شاء الله ان يهديك هداك. قلت جعلت فداك فانت هو يعني انت الذي من بعده ظاهر الكلام من بعد عبد الله الافطح، قال: لا، الامام الكاظم لم يكن اماما بعد عبد الله الافطح، وانما كان اماما بعد الامام الصادق عليه السلام. قال: لا ما اقول ذلك، او لعل هذا الكلام صدر من الامام تقية، حتى اذا باكر نقل، ويجوا سالوا الامام: انت قلت انت الامام؟ الامام يقول: لا لم اقل انا. قال فقلت في نفسي لم اصب طريق المسألة كلامي كان بإيهام فلذا الإمام جاوبني بجواب ما ينفعني ثم قلت له جعلت فداك عليك إمام قال لا الإمام لا يكون عليه إمام هو الإمام للجميع فلا يكون عليه إمام فعندما تقول عليك امام اذا قال نعم علي امام يعني هناك امام اخر انا مو هو ذلك الامام قلت جعلت فداك عليك امام قال لا يعني الامام بطريقه غير مباشره هنا يقول انه هو الامام لانه لا تخلو الارض من حجه فاذا لم يكن عليه امام معنى ذلك انه هو الامام الله سبحانه وتعالى أراد أن يهدي هشاما ابن سالم لذا حينما سمع هذا الكلام من الإمام الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الهداية فداخلني شيء لا يعلم إلا الله عز وجل يعني من الحيبة والإعظام للإمام دخل في قلبي شيء ما أقدر أوصفه لكم فداخلني شيء لا يعلم إلا الله عز وجل إعظاما له وهيبة أكثر مما كان يحل بي من أبيه لأنه هشام بن سالم كان من أصحاب الإمام الصادق يدخل على الإمام ويخرج يدخل ويخرج باستمرار يلتقي بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وطبيعي إذا واحد يلتقي بشخص باستمرار يصير عادي عنده لأنه النبي الإمام بشر أيضاً قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فإذا أنت واحد تدخل عليه وتخرج عادي يصير عندك ما تلزمك هيبة إذا شفته لكن إذا واحد أنت الآن لأول مرة تشوفه أو سابقا شايفة لكن ما شايفة بعنوان أنه هو الإمام تأخذك الهيبة منه هذا شيء طبيعي يعني حتى في صغير الأئمة إذا واحد مثلا رئيس جمهورية، أنت صرت من أصحابه، داخل وطاب وطالع عليه، صار عادي عندك. لكن إذا أول مرة تشوف رئيس الجمهورية، تاخذك الهيبة. أكثر مما كان يحل بي من أبيه، إذ دخلت عليه، ثم قلت له: جعلت فداك، أسألك عما عم كنت أسأل أباك. تأذن لي في أن أسألك أسئلة حتى أعلم إمامتك؟ فقال: سل تخبر ولا تذع، احنا في زمان تقية، ما تنشرها ما الذع. فإن أذعت فهو الذبح، فسألته فإذا هو بحر لا ينزف، يعني لا يفنى ماءه من العلم، هشام بن سالم كان فقيها مو إنسان عادي، من أصحاب الإمام الصادق فلذا سأل أسئلة فقهاء الأسئلة اللي كان يسألها من الأبي من أبيه الإمام الصادق شافه هذا هو الذي عنده العلم وقد ذكرنا فيما مضى من علائم الإمامة العلم عرفت أنه هو الإمام قلت جعلت فداك شيعتك وشيعة أبيك ظلال ما يدرون، حيارة ما يدرون من هو الإمام. راحوا عند عبد الله البعض اعتقدوا بإمامته، والبعض شافوه هذا ليس له مقام الإمامة. فألقي إليهم وأدعوهم إليك وقد أخذت علي الكتمان، يعني شلون أروح أقول لهم إنه أنت إمام، مع أنك اشترطت علي أن لا أبوح بذلك. فقال الإمام جاوب: جواسيس أكو أنت شوف منو من ذول الشيعة يستاهل أن تبين له لا يذيع الأمر في هذه الظروف الصعبة بين له قال فمن من آنست منه رشدا فألقي إليه وخذ عليه الكتمان فإن أذاعوه فهو الذبح وأشار بيده إلى حلقه أنا أُذبح، هسه هم يمكن يفلتون، مو أهل المدينة، ناس مو معروفين، يروحون إلى مناطقهم وكذا، يضمون نفسهم، أنا أُقتل، لأنه أحياناً الإمام في تقية من أصحابه، لأنه يذيعون الأمر ويسببون مشكلة للإمام، هو ما يبتلي، الإمام يبتلي، وأحياناً هم يبتلون الامام اكد هذا حتى اي واحد في هاي الظروف الصعبه يقال له ويقال له دير بالك اذا تكلمت راحوا يقتلون الامام فهنا الناس شويه يحتاطون قال فخرجت من عنده فلقيت ابا جعفر الاحول يعني مؤمن الطاق فقال لي ما وراءك يعني شنو خبرك قلت الهدى فحدثته بالقصة قال ثم لقينا الفضيل الفضيل بن يسار ايضا هذا من أصحاب الإمام الصادق كان وأبا بصير فدخل عليه وسمع كلامه وسألاه وقطع عليه بالإمامة ذولا ما اكتفوا بكلام هشام بن سالم ولو هو إنسان ثقة لكن الإمامة من أصول الدين يجب أن تكون بالعلم ولا يكفي فيها الخبر الواحد فأيضا الفضيل وأبو بصير وهما كانا من الفقهاء دخل على الإمام الكاظم وسألاح وعلم بأنه هو الإمام فاعتقد بالإمامة ثم لقينا الناس لقينا الناس أفواجا فكل من دخل عليه قطع إلا طائفة عمار وأصحابه يعني هؤلاء بقوا على الفطحية عمار الساباطي بقي فطحيا إلى أن مات وبقي عبد الله لا يدخل عليه إلا قليل من الناس هنا عبد الله شاف الناس تفرقوا عنه فلما رأى ذلك قال ما حال الناس شنو خبر الناس فأخبر أن هشاما صد عنك الناس هذا اللي فتح الباب إلى الإمام الكاظم عليه السلام قال هشام فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني خلى ناس بالطرق حتى اذا شافوني يضربوني لكن القضيه شنو صارت انه في البدايه عيون السلطه توجهت الى عبد الله الافطح وانصرفت عن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام والتقارير رفعت بان عبد الله هو الذي يدعي الامامه والامام الكاظم في تقيه ما اعلنها واخذ عهد على هؤلاء أن لا يعلنوا ذلك فالله سبحانه وتعالى نجا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، وأما عبد الله فبعد فترة توفي. طبعاً بالنسبة إلى عبد الله الأفطح يوجد كلام وهو تحليل بأن عبد الله الأفطح لم يدعي الإمامة وإنما فدى بنفسه. يعني هو فتح الباب يتلقى التعزيه من الناس واشتهر عند الناس انه هو الامام هذا الشيء وصل للسلطه والسلطه حسب هذا التحليل هي التي دست السم الى عبد الله الافطح وازاحته والامر ملبس على كل حال احنا الشيء اللي تكليفنا ان نوالي الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن نتبرأ من أعدائهم أما فلان سيد هو إنسان زين كان لو مو إنسان زين كان إذا يرتبط بعقيدتنا لازم نحقق عنه نواليها نتبرأ منه أما إذا مو مرتبط بعقيدتنا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه وهذا يختلف عن كلام العامة أنه أصحاب الرسول اختلفوا وإحنا شعلينا بهم لا احنا شعلنا بهم ماكو قسم منهم اولياء لله سبحانه وتعالى وقسم مثل عبد الله بن ابي بن ابي سلول وامثاله كانوا منافقين انت الان تعتقد بمن امرك الله سبحانه وتعالى بالبراءه منه او تعتقد بمن امرك الله سبحانه وتعالى بالولايه له اكو قصة اذا واحد في المجتمع موجود لا يرتبط بالديني لا في الاصول ولا في الفروع لم اخذ ديني منه. هسه هذا انسان زين لو مو زين، انا ما يرتبط بي. لكن اناس اعتقد بامامتهم او لا اعتقد بامامتهم. اعتقد بولايتهم او اعتقد بالبراءه عنهم، هذا من ديني. فلذا يجب ان احقق بدون تحقيق ما يصير. على كل حال نحن ثبت لدينا إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالنصوص الصريحة الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه واله ومن الأئمة الماضين، وبما تواتر من إعجازهم وكراماتهم، فلذلك نتولاهم ونتبرأ من أعدائهم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هداية وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين